في كل عمل مع كل تقني عالمي شرط وضع اثنين عرب يكونوا معه مساعدين. كل مترددين ما فيش حد، كنت مهزلة في حلب يعني رايح هوليوود يدرس إخراج الوالد بيقول لي يا مهندس يا طبيب يا محامي إيش الإخراج هيدي، كنت جنان مصمم. These films are the commercial part of it, where really are done for commercial reasons.